بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك كتابة. الكرة المصرية بين المعلن والمسطور، ولكن ماذا عن النوايا؟ إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، والحلقة 659 لقاء الخميس من برنامجكم ملك كتابة. النهاردة 7 يناير، كل سنة ومصر طيبة، كل سنة وإخواتنا الأقباط ومصر كلها في أحسن صحة وحال بمناسبة أعياد الميلاد المجيد. ربنا يعيد الأيام الطيبة على كل المصريين بكل الخير والصحة والسعادة، وربنا يحمي البلد إن شاء الله. مهندس عدلي تحدث عن النوايا، علشان كده الحلقة مهمة جدا، هذه أبرز عناوينها. مقالي ومقاله، المعلن والمخفي في الكرة المصرية. الغربال، المواجهة ممكن، بعضمة لسانه قطع ألسنة الفتنة، الشموع الحمراء أحمد مكاوي عم الكباتن، وأسرار الملك عم فلافيو الرأس الذهبية، وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده أبرز العناوين، لكن ضربة البداية كما تعودتم دائما مع مقالي ومقاله، المعلن والمخفي، والكلام عن المستور في الكرة المصرية زي ما أشرت. بص، اليومين دول في حالة من اللغط الشديد جدا جدا في كل ما يتعلق بالكرة المصرية. الانتخابات، في انتخابات ولا لا؟ طب هو في نية إن أصلا تتعمل انتخابات ولا لا؟ طب وعلى أي أساس، على أي نظام؟ هل الجمعيات العمومية هيتم إعادة تكوينها ولا تشكيلها، وإمتى وإزاي؟ طيب نخش على الدوري بتاعنا. فجأة يطلع قرار إن أي فرقة عندها 5 كورونا ممكن نأجل لها. طب 5 كورونا دي مسألة سهلة، في مش بس في الدوري الممتاز، دي مسألة مؤكدة في دوري الدرجة الثانية والثالثة والدرجات الأقل. فماذا هيحدث فيها؟ هل عملية التأجيل مستمرة هيكون لها تأثير على استمرارية المسابقات ولا لا؟ وفي حال تأثيرها هل هتتحسب الدنيا ازاي؟ كثير من الأسئلة يا أستاذ إبراهيم، خاصة إن بعد ما حدث، ودي نقطة هنتكلم فيها، للمنتخب الشباب وكورونا حقيقة المسابقة كلها اتلغت، بس في لغط كثير جدا. والاتحاد الافريقي كوتوكو والهلال، والهلال راح كوتوكو يلعب، قالوا له عندك 11 حاله ما عايز تلعب يلعب، قال لهم لا مش لاعب. الله، ده عكس اللي اتعمل مع منتخبنا، كان عندنا 13 لعيب قالوا له لا ما ينفعش، لازم يبقوا 14. ودي حاجه غريبه، انت قانون الكره استاذ ابراهيم انك انت ما تلغيش مباراة إلا إذا كان عدد الفريق أقل من 7 في الملعب. طب أنت مالك إن أنا أبتدي ب11 وأكمل بيهم ولا؟ مش تغير. الله، وحتى لو أنا سير المباراة وصلني 7، ما هتوصلني بقى للنتيجة اللي أنت ابتديت بيها، هتعتبرني مغلوب. فهي كلها ما أنتش فاهم إيه المعلن وإيه المسطور والنوايا من ورا الكلام ده إيه. فيعني أنا حطيت بقى همومي وتساؤلاتي أمام حضرتك عشان نناقش هذا الأمر. طيب ببساطة شديدة جدا، اللجنة الخماسية، لجنة الأستاذ عمرو الجنايني، خدت على عاتقها ضرورة تنفيذ توجهات الدولة في إكمال مسابقة الدوري في كل درجاتها. وكانت مصر من الدول القليلة جدا اللي تحدت الظروف الصعبة مع كورونا واستكملت نشاطها الرياضي أو استكملت مسابقات الدوري في كل درجاتها، وثبت صحة هذا القرار، وده كانت له ثمار إيجابية جدا على الأهلي والزمالك وعلى البيراميدز وعلى حتى الإسماعيلي والتأهل، والكل استفاد والمنتخبات استفادت والمنتخب اللي لهم بتأهل إلى طوكيو. إذن كانت الفايدة عامة، وكله سقف لعمرو الجنايني ولجنته، مش عمرو الجنايني ولجنته، والفيفا خفض مستوى التمثيل الإداري في اتحاد الكرة للجنة ثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد. كويس، فجأة لقينا برضو في نفس الاتجاه الإيجابي اللجنة الثلاثية بتقول يا جماعة هنزود عدد المقيدين في قائمة كل نادي ل35، يعني خد 5 إضافة وليك 3 ويتنج ليست، 3 على قائمة الانتظار. كل ده ليه؟
علشان نساعد الأندية في مواجهة ظروف كورونا واحتمال الإصابات، فبالتالي يبقى ما عندكش حجة ان انت تأجل. وكان الكلام على ان الدوري مضغوط والجدول اللي محطوط مباراة كل 3-4 ايام والناس استحملت. امبارح طلع قرار يكشف عن جزء من المستور او المخفي تحت السطح اللي ربما يبين شيء من علامات النوايا شوية تجاه المسابقة تجاه الدوري، انه فجأة يتقال يا باشمهندس اي فرقة فيها 5 حالات كورونا في اي درجة من درجات المسابقة، يعني الدرجة الثالثة الرابعة الثانية للدوري الممتاز، من حق صاحب الملعب يطلب من لجنة المسابقات او إدارة المسابقات تأجيل المباراة. احنا كده فتحنا الباب. طب افرض ان من الفريق ازاي هي اي فريق عنده مباراة عنده 5 حالات كورونا مباراته تتأجل؟ طب ما انتوا لسه قايلين لنا ان انتوا سجلتوا 35 عشان تواجهوا الكورونا، كمان انتوا لسه قايلين لنا الجدول مضغوط فهنلعب كل 3-4 ايام فاستحملونا. طب ليه بقى اعمل ارباك في تقديري متعمد للجداول؟ ازاي ابدا من دلوقتي اقول انه اي 5 حالات هتأجل؟ اصل دي سهله جدا، 5 حالات دي سهله جدا. المقاولين كان عنده 11 لاعب ولعب. الاتحاد الافريقي بالمناسبه، النقطه اللي اشار ليها المهندس عادل، الاتحاد الافريقي لما فتح القيد في بطولات الانديه قال لك 40 لاعب وهتلعب ان شاء الله يكون عندك 26 كورونا، 26 يعني وصلها ل 14، ما دام في 14 لاعب سليم هتلعب المباراه. مش فاهم ليه انا على رايك انا هلعب بال 11. القانون بيقول لك يبقى في 7 على الاقل في الملعب. هل الاعتبارات انسانيه ان الظروف مش هو مش هيكون انسانيه انك تعتبرني مغلوب وتضيع عليا مصروفات وتقضي على حلم جيل بحاله انه ينافس؟ بس هو في النهايه قال لك معاك لو عندك 26 اصابه ايجابيه هتلعب. احنا هنا فجاه الدوري المصري امبارح اتحاد الكره بيعلن عن او بيلوح لنا بال5 انك انت لو في 5 حالات اطلب واجل، وهنرجع نقول الجدول والجدول مضغوط ومفيش وقت. طب لو ما طلبش وسنة الأولمبياد، لو انا عندي 5 وما طلبتش اجل؟ لا ما هو في حد مش هيطلب ياجل؟ لا في خلاص يلعب، في حد يلعب طبعا. بس هو الهدف ايه اصلا يعني؟ ما هو الهدف ايه؟ دي هي بقى ايه النوايا، ايه الهدف من هذا الموضوع؟ ما حدش بيشرح لك يعني. هو كل قرار يمكن قبوله او رده على بناء، وبعدين بناء على انك تشرح المغزى من القرار. اشرح لي المغزى اذا كان منطقي كلنا لازم نقتنع يعني. انما هو في القسم الثاني والثالث هيفتح الجدل ان احنا ناجل بقى بالجمله، وان احنا كمان اسبوعين ثلاثه ونقول يا جماعه مش هنقدر نكمل. طب افرض ان القسم الثاني والثالث ظهرت فيه المشاكل دي والدوري الممتاز ما ظهرتش فيه، ماذا سيكون تاثير الغاء مسابقات القسم الثاني مثلا على شكل الدوري والجدول الموسم المقبل؟ القرار اتنفذ النهارده، البلديه وكفر الشيخ بيلعبوا، 7 حالات في البلديه اجل. بدانا ننفذ. انا عايز اقول ايه؟ طب افرض ان انت انتظمت في الدوري الممتاز بس المشكله في الدرجه الثانيه، هتاثر عليك فوق. واجلت في الدوري الممتاز لانتاج وسموح. يا استاذ ابراهيم خلي بالك انا قصدي ايه؟ انت ماشي زي الفل بقى في الدوري الممتاز، لكن اجلت لغيت الدرجه الثانيه، فانت اثرت على الهبوط والصعود. هتعمل ايه في المسابقه؟ يعني هي الامور متصله ببعض الى درجه لا يمكن فض الاشتباك الا برؤيه واضحه من النهارده تتقال. مش كده ولا ايه؟ يعني هي دلوقتي صناعه الازمه بقى. صناعه الازمه عشان كله يتكلم ساعتها وتبص تلاقينا مضطرين نفصل الحل. يعني احنا ليه واحنا بنحط القرار في حاله ما اذا يحدث كذا، في حاله ما اذا يحدث كذا، يبقى خلاص مش محتاجين نرغي ونقول دي معموله عشان فلان. يعني عايز اقول لك على حاجه، هو انا لما اجي اقول ال5 هاجل، طب هو ال5 دول ما هو ممكن مش هيخفوا بين يوم وليله، ربنا يشفي الجميع وربنا يحفظنا كلنا، بس فيما لو استمروا يعني ان انت لو ال7 حالات اللي في البلديه. بص يا استاذ ابراهيم، ال5 دول هيخفوا وهيخش غيرهم. ايوه انت في ديليما. طب هو انت 5 على رايك من قائمه 35، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ولسه عندك قطاع النشيد تاخد منه اللي انت عايزه. بالظبط بالظبط. يعني ايه المشكله؟ حتى كنا بنتناقش، طب ال5 دول انت قلت لو منهم 3 حراس مرمى مش وقال لك اي فرقه يصاب منها حارسين اكتر من حارسين مرمى تقدر تاجل. طب وانت قائمتك متحدد فيها حراس المرمى؟
ما انت عندك حراس ناشئين. يعني قانونا انت ما بتتكلمش على تحديد مركز. وانت بتدير عايز توصل لايه؟ هو ده ساعة ما تعرف. هو ده السؤال. ساعة ما تعرف انت عايز توصل لايه هتحط النظام اللي يوصلك. ايوه. هل ده انت ابتديت تحط النظام اللي يوصلك للالغاء للالغاء يعني طب. الخوف ان احنا عارف دي هتاخدنا بقى بندفع لالغاء الدوري. طب الغاء الدوري دي معناها ايه؟ ان احنا هنطبق اللائحه اللي اتقالت. اللائحه بتقول ايه؟ يحتسب المشاركات الافريقيه وبطل الدوري طبقا لترتيب الجدول لحظه الالغاء. يعني النهارده انت لو لغيت يبقى المشاركه. هو انت لو لغيت ومفيش عدد مباريات متكافئ بمعنى لازم يكون هو بيقول لك لو كان لعبوا 17 مباراه يعني اللائحه تطبق لو اتلعب دور. طب ما تلعبش دور. لما تلعبش دور مش هتحسب حاجه وترجع بقى للسنه اللي قبليها. هل ده في صالح الكره المصريه؟ هل هذا المخفي او غير المعلن او الكلام اللي تحت السطح المخفي دي او ازمه النوايا هل ده في صالح الكره المصريه؟ كان زمان واحنا في البلد امشي يا مخفي امشي يا مخفي. طب هل المخفي ده في صالح مستقبل الكره في مصر؟ وهيتقلص واحنا في سنه الاولمبياد وفي سنه اعداد المنتخب وسنه مش فايته وحاجات كتيره هنسمع على شماعات تدفعنا لقبول القرار اللي هيدمر الكوره واللي هياخرنا كتير. احنا اذا كنا فعلا حيينا الاستاذ عمرو الجنايني ولجنته على الحفاظ على الدوري وعودته فلا بد ان احنا نقول للمهندس احمد مجاهد ولجنته الثلاثيه الحفاظ على الدوري وعلى المسابقات بغض النظر مين اللي يهبط في الاخر ومين اللي يقعد ومين في انديه الاقاليم يشتكي ومين ما يشتكيش. كل دي التفاصيل لا تعني احدا. المفترض ان احنا هدفنا الاساسي ازاي نقدر نحافظ على المسابقه بكل حقوقها ويكسب اللي يكسب ويخسر اللي يخسر ويصعد من يصعد ويهبط من يهبط بس في النهايه نحافظ على مسابقه. غير معقوله ابدا بعد ما تحدينا الظروف الصعبه السنه اللي فاتت نسهل شماعات الالغاء السنه دي. وانا بقول لكم ما يحدث هو تسهيل لشماعات الالغاء بشكل واضح وصريح. رغم ان احنا ابتدينا برضو بالاحتفاء بالقرارات اللي خدها الاستاذ احمد مجاهد تسهيلا وتاكيدا على رغبته في استمرار المسابقه. بالظبط. انه بيدي اعداد اضافيه بيحط قائمه انتظار وبيحل مشاكل. لكن النهارده القرار ده فجاه كده الوسط الكره بيفاجئ بيه يا جماعه لكن مش عارفين ما الهدف منه. يعني في الاخر هي متسابه كده على الله ولا يعني ادراكا ان ده امر سهل جدا انك توصل للخمسه دول بمنتهى البساطه يعني. ده اي بيت فيه خمسه يعني مش اي فرق اي بيت فيه خمسه ربنا يحفظ الجميع. طيب فاتنا في البدايه ان ننعي رحيل اثنين من القمم الكرويه الكبيره. رحل عن دنيانا الفنيه هذا الاسبوع ونعاهما النادي الاهلي من مجلس ادارته والمدير التنفيذي الكابتن فؤاد ابو غيده نجم النادي الاهلي الفلسطيني اللي امتع النادي الاهلي وشارك في بطولات النادي الاهلي في الستينات والدكتور طه الطوخي شيخ المدربين المصريين وواحد من علامات الكره المصريه الكبار تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته والهم اسرتيهما الصبر والسلوان. اثنين من طيب الذكر. يعني مش من طيبه القلب ولكن طيب الذكر. ما تيجي سيرتهم النقاء وواحد نقي جدا الله يرحمه بقى طه الطوخي الكابتن طه الطوخي وطيبه القلب وراجل شفاف جدا قوي الله يرحمه. والتاني دغري قوي 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 وما يعرفش اللوع كابتن فؤاد ابو غيده. وكان كابتن فؤاد ابو غيده يعني كان الكابتن صالح وكابتن طارق يحبوه جدا. ولسماته لصفاته الجدعانه. ولا وطبعا جمهور النادي الاهلي ما بينساش الحاجات اللي بتعلم. يعني احنا في الستينات كانت مشكله النادي الاهلي ان كان محتكر البطولة الدوري العام فلما يعني نزعته بعض الانديه قال لك انهيار الاهلي ما كانش منهار. خد خمس بطولات في السبع سنين بتوع الستينات ولكن تم لما جه الفريق مرتجي واصلاح المسار كما يعني حدث فاينل الكاس كان الاهلي والاولمبي
والاولمبي كان فرقه مرعبه واخده الدوري وقبليها بسنه وحاجه مرعبه وكان في اسكندريه. واذا بالكابتن فؤاد ابو غيده يقفز فوق العارضه قفزه لم يرها احد قبلا، كانت اعلى جامب والناس بدات تنتبه مين الراجل اللي يقدر من الثبات ينط وجاب جول وكسبنا 1-0. والمدرج اللي كان قطنه بيضة بيشجع الاولمبي فجاه تحول الى اهلي. كابتن فؤاد ابو غيده عليه رحمه الله وفاته المنيه وهو في لندن، وعايش في لندن واخد الجنسيه البريطانيه مع زوجته وهو مقيم في لندن. دخل المستشفى ما كانش كورونا، لكن بعد ما دخل المستشفى بايام اصيب بكورونا وتوفاه الله ودفن المستشفى. ودفن اليوم في العاصمه البريطانيه. تغمد الله الكابتن فؤاد ابو غيده بواسع رحمته. بس اللي ما يعرفش من جيل جديد برضه كل اصدقائه واهله في فلسطين الحبيبه الدعاء بالصبر والسلوان. في ناس من الجيل الجديد تعرفش مين الكابتن فؤاد ابو غيده. طب نشوف في التقرير الصوتي نقول لهم مين. طب خلاص نشوف في هذا التقرير الصوتي جانبا من حياه الكابتن فؤاد ابو غيده رحمه الله عليه. فؤاد أبو غيدة الصخرة، ترحاله الدائم في حياته كان مجبراً عليه، لكن رحيله هذه المرة سيطول. ودعت الكرة الفلسطينية والنادي الأهلي لاعباً فذا وأحد نجوم الجيل الذهبي للمارد الأحمر، إنه اللاعب الفلسطيني فؤاد أبو غيدة الذي وافته المنية مؤخراً في لندن إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. الطفل فؤاد أبو غيدة الذي خرج من بيته مع أمه بمدينة حيفا وعمره 9 سنوات بعد أن أخذت كل ما تملك وأقنعت أبنائها بأنهم ذاهبون في رحلة سياحية للشام ولفترة لن تطول، عرفه العالم العربي بأسره من تألقه مع معشوقته الساحرة المستديرة. لما لا وهو أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي للنادي الأهلي في الستينيات الذي ضم العمالقة الكبار. ساهم المدافع الصلد أبو غيدة صاحب الروح القتالية العالية في فوز الأهلي بالعديد من البطولات، وكان أحد العناصر الرئيسية لتتويج المارد الأحمر بجميع البطولات التي شارك فيها الفريق موسم 60-61، ومنها الدوري الممتاز وكأس مصر وبطولة الوحدة بين مصر وسوريا. لعب فؤاد أبو غيدة في أكثر من مركز داخل الملعب، منها ظهير أيسر وأيمن، وإن كان قد تألق في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر، وكان يتميز بالوثب العالي جدا وإحراز الأهداف برأسه من الضربات الركنية. وفي إحدى مباريات القمة أمام الزمالك أشركه عبد صالح الوحش المدير الفني للأهلي حينها في خط الهجوم في مفاجأة للمنافس للاستفادة من تسديداته وروحه الهجومية. أبو غيدة العاشق للنادي الأهلي ذكر في أحد الحوارات الصحفية أنه كان يحتفظ بحذاء اللعب والتدريب في بيته أينما رحل، لأن الحذاء ما زالت به آثار وبقايا طمي أرضية الملعب، ومن حين لآخر يقوم باستنشاق هذا الطمي الذي يعتبره أحلى وأجمل من أي عطر. وتسببت حرب يونيو من عام 1967 في إيقاف نشاط كرة القدم بمصر، ليعلن معها أبو غيدة اعتزاله الملاعب هو وباقي النجوم الأفذاذ في النادي الأهلي والعودة للدفاع عن قضية وطنه فلسطين، لتنتهي أسطورة كروية رائدة ومميزة في الملاعب المصرية. ومثل أبو غيدة منتخب فلسطين طوال مسيرته الرياضية، وعمل مستشارا للمنتخب ومديرا في منظمة التحرير. رحل فؤاد أبو غيدة بجسده، ولكن ذكراه وسيرته العطرة باقية لن تمحى من قلوب عشاق الساحرة المستديرة في مصر وفلسطين. بالتالي جت صورة للقفزة اللي بحكي لك عليها المرعبة. اللي بيقولوا رونالدو تبقى أعلى قفزة في تاريخ الكورة. اللي بيقولوا رونالدو في حد ينط كده؟
ركبه فوق دماغ اي حد. يعني اهي اهي ايه ده الله يرحمه، ده ركبته في مستوى راس المنافس، ده الاهلي والاولمبي. لا دي لا ده مش ماتش الاولمبي لان البرج وراك اهو. لكن هو دي قفزاته، دي واحده من قفزاته، ده مستواه في القفز يعني. ده لا قفزه الجون بتاع الاولمبي يمكن كانت اعلى من كده تمام، لانها حطها طلع فوق العرض حطها كده. طيب يمكن لاحظنا ان صور التقرير كلها يا جماعه او البوم صور الراحل الكبير كابتن فؤاد ابو غيده، الكابتن مروان كنفاني ربنا يديله الصحه وطوله العمر، قاسم مشترك في معظمهم، وده صديق التوأم. انا عرفت كمان ان دول بيلعبوا مع بعض كوره في شوارع فلسطين من وهم 11 سنه، وراحوا سوريا اصدقاء طفوله، راحوا سوريا وجم مصر وراحوا لندن، ده مع محمود درويش الشاعر بينهم بقى يجمعهم الشاعر العربي الفلسطيني الكبير وضمير هذا الوطن الراحل محمود درويش العظيم. فبصوا لقطه فلسطينيه تنبض فعلا بالصمود والحياه وحب الوطن. محمود درويش يتوسط نجمي الاهلي اللي مكان فؤاد ابو غيده ومروان كنفاني، اللي برضه ما يعرفش الاستاذ مروان كنفاني شقيق المناضل الفلسطيني الكبير غسان كنفاني، وكان مستشارا لابو عمار، مستشار سياسي لابو عمار، لابو عمار لفتره طويله. يعني احنا بنكلمكم على ناس ثقيله يعني هو ده حب فلسطين للاهلي حتى يعني لما انت أيوة طبعا تتواصل طبعاً مع علاء خالد واسامه وضياء وكل جماهير الاهلي المحبه وروابط الاهلي المختلفه في فلسطين، شايفين النبت جاي منين، شايفين العلاقه. حتى اللي رمزي صالح لما جه حارس مرمى للاهلي قال لك انا اتمنى ان انا اكون امتداد لكابتن مروان. كان فيصل بيبي فيصل بيبي ده كان باك رايت هايل، وبعدين هاجر راح امريكا ما كملش لما الدوري وقف عندنا. لا مجموعة لعيبة فلسطينيين كانوا كتير، ومنهم عماد أيوب وسمارة اللي بقرار من اتحاد الكرة غيروا عشان عدد لمدة أسبوع، مشوهم الأهلي مشاهم ورجع في كلامه اعتبروا مصر، كانوا بس راحوا نادي تاني، كانوا صحيح في الناشئين، وكانوا اتنين لعيبة هايلين جدا. صحيح عماد أيوب ده كان هداف من الهدافين الكبار فريته. صحيح وسمارة ده بلاي ميكر ايه صحيح، ربنا يديله الصحة. أنا يعني بيتواصل كان لحد وقت قريب معايا لعيبة من أغرب القرارات، قال لك اللعيبة الفلسطينيين اللي بأم مصرية يعتبروا أجانب، خلاص طلعوا من الليستة بعديها بأسبوع 10 أيام لا يعتبروا مصريين، اللي بأم مصرية يعتبروا مصريين. طب عايزين لعيبتنا، لا دول مضوا في أندية تانية. ألف رحمة ونور على روح الكابتن فؤاد أبو غيدة وعلى الراحل الجميل المؤذب القيمة للحياة، كل الناس نعته بمزيد من التأثر لأنه كان نسمة فعلا في الملاعب المصرية. كابتن طه الطوخي اللي يوم ما النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب حرص على تكريم كبار النجوم القدامى في مختلف الالعاب، كان من بين المكرمين الدكتور طه الطوخي. هنتذكر مع حضراتكم كلمات الراحل العظيم بعد تكريمه في الاهلي. شكر الله، والحقيقه تكريم يعني جه في توقيته فعلا، ومهما شكرت ومهما قلت مش لن اوفي حق مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة أو برئاسة الكابتن محمود الخطيب على هذا التكريم اللي جه في التوقيت اللي فعلا كان واحد منتظره، لأن تكريم الإنسان وهو على قيد الحياة بيبقى ليه وضع خاص طبعا للجميع طبعا، وخاصة الأبناء والأحفاد والعائلة زائد الزملاء. فأنا بعتبر هذا التكريم مش لطه الطوخي بس، ده أنا بعتبره لكل المدربين اللي إن شاء الله هيوصلوا لهذه السن ويتم تكريمهم بإذن الله تعالى من النادي الأهلي. فطبعا كان لحظات جميلة جدا جدا، وطبعا كلام الكابتن محمود الخطيب وهو بيسلم علي وعلى كل الزملاء يعني كلام طبعا مؤثر جدا، ويدل على فعلا قيمة وقامة النادي الأهلي، ومهما قلت لن أوفي حقه الحقيقة يعني. فأنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا فكروني بقى بأيام يعني العشرين لما كان عندي 22 سنة، والأستاذ محمد عبد الصالح الوحش ربنا يرحمه رب كان مدرب الفريق الأول، واختارني مدرب يعني كانت مفاجأة كبيرة ليا طبعا لفريق الناشئين. وبعد حوالي أسبوعين وكنت لسه طالب في كلية التربية الرياضية ما كنتش اتخرجت، خلاني مساعد معلي، ان كان في الوقت ده ما فيش مدير فني مدرب عام يعني هو كان مدرب ومساعد مدرب. فانا كان ليا الشرف الكبير ان الاستاذ محمد عبد الصالح يعني اداني فرصه ان انا ادرب جيل الستينيات،
يعني طبعا الكابتن صالح سليم، الكابتن رفعت الفناجيلي ربنا يرحمهم، الكباتن على قيد الحياة كابتن عادل هيكل، الكابتن طه اسماعيل، الكابتن الشربيني الله يرحمه، الكابتن جوهري، طبعا كل هذه الأسماء كان لي الشرف ان انا دربتهم. في هذه الأثناء كل المدربين اللي دربوا منتخب مصر كنت عملت معهم كمساعد مدرب برضه حتى دوري طوكيو سنة 64. فطبعا ده تاريخ السبب فيه ربنا سبحانه وتعالى ثم الأستاذ محمد عبد الصالح الوحش والنادي الأهلي. طبعا ما أجمل أن يكرم المرء في حياته، وما أجمل أن يترك بمثل هذه الكلمات ذكرى يمكن الرجوع إليها والناس تتعرف عليه أكتر ويشوفوا يعني قيمة الوفاء وعرفان النادي الأهلي بجميل من ساهم بأي قسط من الجهد والمخلص، رحم الله الجميع وأسكنهم فسيح جناته. وهو ده الوفاء وهو ده التقدير للحياة اللي وقتها لما مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حرص على تكريم قدام النادي من أبنائه في مختلف الألعاب، الأعمار بيد الله، لكن يرحل كل منهم وقد ترك للأهلي ومع الأهلي وعن الأهلي هذه الذكريات الطيبة وهذا الامتنان بهذا الوفاء وهذه القيم الإنسانية اللي دايما وأبدا مهمتنا الحفاظ عليها. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف حاجة مهمة جدا تجري في النادي الأهلي وتسعد جماهيره. أهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نفتش في دفتر أحوالنا الكروية، بس عايز أقول لك حاجة لأن في ناس عايزة تعرف تفاصيل. هو الأولمبي كان في دور الثمانية في اسكندرية، كسبنا 1-0 جون أبو غيدة. في دور الأربعة قبل النهائي كان الاتحاد السكندري 3-2 في النهائي كان قدام الترسانة 1-0 أسامة يوسف لاعب السودان. وكان الماتش ده جاي بعد ما فوز متكرر مرتين للترسانة بنتيجة تقيلة. الثلاث فرق دول فرق كانت مرعبة، كلها خدت بطولات. الأولمبي خد بطولة الدوري، ترسانة خد بطولة الدوري، الاتحاد كان واخد بطولة الكاس قبلها. فكانت فرق هايلة جدا، المنافسة كانت شديدة في الفترة دي. طيب ده كان بمناسبة فؤاد أبو غيدة عليه رحمة الله. الدوري متواصل حتى الآن، النهاردة الاتحاد اتعادل مع المصري 1-1، لكن بكرة بإذن الله تعالى الجمعة 7:30 الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المباراة هتبقى 7:30 زي ما قلت لحضراتكم في استاد السويس الجديد. اهو الاهلي راح السويس يا سيدي، ماشي ده في الاسبوع السادس. ضحكك حاجه تضحك والله، يعني مش اول 10 ماتشات الاهلي هيلعبهم في ملعبه. انما بيتش موسيماني المدير الفني اختار قائمه المباراه فيها بعض الاسماء الجديده، يظهر فيها لاول مره المهاجم الزامبي والتر بواليا، و فيها الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير، احمد رمضان بيكهام وحسين الشحات واحمد نبيل كوكا، سعد سمير وياسر ابراهيم وكهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وايمن اشرف، بدر بنون واليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي قفشه وعلي معلول واكرم توفيق، وزي ما قلت لكم والتر بواليا لاول مره في القائمه. كابتن سيد عبد الحفيظ بياكد ان الحمد لله نتيجه المسحه اللي اجريت لكل لاعبي النادي الاهلي سلبيه، ما يعني سلامتهم جميعا والحمد لله. حتى السلية الحمد لله عاد من كورونا وعينته بقت سلبية، وبدأ تدريبات الجيم عشان يجهز للمرحلة اللي جاية. والخبر المفرح انه جونيور أجاييه النيجيري اللي ابتعد عن الفريق الفترة اللي فاتت مصاب كان في كحل القدم او في الوتر الوحشي، بدأ تدريبات الجري حوالين الملعب في طريق تجهيزه ان شاء الله للمرحلة الجاية بإذن الله ايام قليله، ويكون اجاييه جاهز لدخول التشكيل باذن الله يا باشمهندس. باذن الله عقبال بقى ندفت محمد محمود عشان ننبسط يعني نستكمل القوه. طبعا اثنين لعيبه من المهمين جدا وحظهم سيء ومتولي محمود متولي كمان محمود محمود متولي اصابته محدده انت عارف هيرجع امتى انما دول في غموض كان وحظهم وحش قوي يعني الحقيقه ان شاء الله يجهزوا ويرجعوا بقوه كمان. بكره الجمعه كمان بالاضافه للاهلي وسيراميكا كليوباترا، البنك الاهلي بيلعب بيراميدز، ووادي دجله بيواجه انبي، ويوم السبت بتستكمل مباريات الاسبوع السادس
مصر المقاصة مع أسوان، وغزل المحلة مع الجونة، والزمالك مع طلائع الجيش. اتحاد الكرة كمان كان عدل بعض المباريات هذا الأسبوع على جدول الدوري في الفترة اللي جاية بسبب كأس العالم لكرة اليد. وانتوا عارفين كأس العالم لكرة اليد تستضيفها القاهرة ابتداء من 13 يناير إن شاء الله. مصر كلها بتستعد لهذا الحدث الكبير، حدث كبير، أربع صالات مغطاة ما شاء الله، إضافة كبيرة جدا للبنية التحتية الرياضية في مصر، اهتمام كبير جدا إنك تستضيف هذا الحدث في هذا الظرف. يا أستاذ إبراهيم، كأس عالم العالم كله هيبص عليك في لعبة النهاردة بتحظى شعبية على أعلى مستوى، ومن حسن حظ إن مصر تعتبر من الدول المصنفة فيها. لا وكمان ايه، 32 منتخب لاول مره، اول مره يعني بطوله هي الاكبر في ظروف هي الاصعب. صحيح. فنتمنى كورونا يعني تستاذن مننا بس شويه كده علشان ايه، نستاذن من يعني بنمس كورونا شويه حنانيك بالراحه شويه علينا. عدلوا بعض المواعيد في المباريات، وكمان اللجنه الثلاثيه في اتحاد الكره عدلت لائحة العقوبات في أكثر من جانب. البرازيل كانت المفروض تيجي النهاردة، بكرة كان معاد وصول منتخب البرازيل، لكن عدلوا شوية يعني خايفين برضو نيجوا بدري. البروفة الثانية منتخب مصر ما شاء الله، المباراة الثانية على اليابان، فاز في المباراتين أخرهم النهاردة. اليابان من الفرق اللي كنت دايما ماتشك معاهم هي وكوريا ماتش ملعوب. ماتش ملعوب. فأرجو أن الجيل ده فعلا يكون بس خلي بالك اليابان دول، احنا قبل الدورة الأوروبية في كرة القدم غلبناهم ماتشين، جم في الجد غلبونا، واحنا في واحنا في دور الثمانية، يعني كان المفروض ان احنا نعدي هم. وحتى النهاردة كانوا متقدمين اليابان في الشوط الأول، وفريقتنا تداركت الأمر. هو فرقة متعبة، وهي وكوريا، لأن النمط الجسماني بتاعهم مهول، سرعات وقوة وإرادة يعني انت مع الفن بتسلك، مع البدني بتتعب شوية، وان كان فرقتنا في الكرة اليد البدني بتاعها كويس. وإضافة كبيرة ان انت يبقى في صالة مغطاة في العاصمة الإدارية، يعني انت تستضيف بطولة ده انت بتعدم بقى سوفت اوبننج ده، مش كده؟ انا رحت العاصمة الإدارية قريب، حد قال لي لازم تيجي تتفرج. حاجة غريبة جدا وشغل عالي جدا، نقلة تانية كبيرة. مش نقلة، انا قابلت المسؤولين الكبار تدهش، ما خدوش من الدولة مليم، تمويل كله من شغلهم ومن التريد بتاع الاراضي والمشروعات، ولا مليم خدوه من الدولة. فحاجة جميلة، هو كده، هو ده الصح بقى. انك انت عايز تعمل مشاريع، ولا كان في الاحلام انك تعمل عاصمة الادارية دي. صحيح. من غير الدولة. صحيح. ازاي؟ صحيح. انما هي الدولة اشرفها، لا بتراقب وبتبص وبتشوف، وبعدين يعني من المخطط قبل نهاية الموسم يبتدي يتنقل الادارات الحكومية والمصالح الحكومية، ويبتدي تدب الحركة الرسمية في العاصمة الادارية. طيب، ده كانت كده جولة سريعة في دفتر الأحوال الأهلوية والكروية والرياضية، لكن هناك الكثير في الغربال. المواجهة ممكن، احنا ختمنا دوري أبطال أفريقيا السنة اللي فاتت أو النسخة الأخيرة بالقضية ممكن، وكرة أفشة التاريخية اللي بالمناسبة أفشة جاب الكرة بتاعت القضية ممكن، وكان حريص ان ياخد توقيعات عليها من بيتسو موسيماني ومن كل اللعيبة عشان يحتفظ أفشة بهذه الكرة التاريخية في حياته. يعني أفشة قفش الكرة دي في الماتش، قفش الكرة وجاي النهاردة يمضي الناس عليها، مارس مهارته بالظبط وخدها. أفشة قفش كرة القضية ممكن عشان يحتفظ بيها كأجمل تذكار. ذكرى رائعة، ذكرى هايلة جدا، جون تاريخي. ليه بقول لكم المواجهة ممكن بقى؟ إذا كنا قفلنا النسخة اللي فاتت على القضية ممكن، بكرة المواجهة ممكن. بكرة الاتحاد الأفريقي في مقره في القاهرة هيعمل قرعة دور المجموعات في دور الـ 16. خلاص تأهلت الـ 16 فرقة لهذا الدور، هيتقسموا على أربع مجموعات، كل مجموعة هتجري بينها المنافسات ذهاب وإياب علشان يصعد الأول والتاني، يعني هيطلعوا الثمانية لدور الثمانية بخروج المهزوم. وحفظتوا أنتوا الجدول
او النظام اللي تعدلت بيه البطوله من سنتين ثلاثه. لكن ليه المواجهه ممكن؟ الناس كلها قاعده تتساءل، هو هل ممكن الاهلي والزمالك اللي بيمثلوا مصر في هذه البطوله يلعبوا مع بعض في مجموعه واحده؟ ممكن جدا بكره القرعه توقع الاهلي والزمالك في مجموعه واحده. ليه؟ الاتحاد الافريقي بيعمل تصنيف المستويات الاربعه، كل اربع فرق في مستوى واحد، يعني الاهلي على راس مجموعه، الترجي على راس مجموعه، الوداد على راس مجموعه، مازيمبا على راس مجموعه، دول اوائل التصنيف الافريقي وفقا للمستوى او المردود والنتائج بتاعه كل فريق في الخمس سنوات الاخيره، الرانكينج الترتيب بالظبط. الاهلي مثلا الفريق البطل اللي لعب في النهائي لو خد البطوله السنه دي بياخد 6 نقط، طب لو طلع الثاني ياخد 5 نقط، وبتضرب في معدل هابط، بمعنى انك انت السنه دي بتضرب في 5، فالاهلي البطل خد 5 يتضرب السنه دي في 6 بقى 30 نقطه. الزمالك لو لعب فاينل وما خدش بياخد 5 نقاط، تضرب في 5 يبقى 25 نقطه. السنه اللي فاتت نفس الحكايه، من كل دور له نقاط بس هبوطا بقى، السنه اللي فاتت تضرب في 4، اللي قبلها تضرب في 3، اللي قبلها تضرب في 2، اللي قبلها تضرب في 1، يكون نتائجك في خلال الخمس سنين تصنيف الفرق عامله ازاي. يعني كان الاهلي الاول 69 نقطه، يعني كل خمس سنين بيتعمل التصنيف ده. ده تصنيف للمستوى علشان تحدد مين هيلعب. فاهم. اخر خمس سنين، يعني كل خمس سنين يبتدي كل سنه تشيل سنه من اللي تحت. ما انا فاهم يا استاذ. ده سؤالي. ايوه، انك انت بتبتدي بقى تصنيف جديد بعد السنه الخامسه بالظبط. فتفضل لعبت دور الثمانيه بتاخد نقطه، لعبت الدور قبل النهائي بتاخد نقطتين، لعبت الفاينل بتاخد 5 نقط، كسبت البطوله بتاخد 6 نقط، وتضرب في معدل ثابت تنازلي وفقا لعدد السنين، بحيث ان انت قوتك الحاليه هي اللي تكافئ عليها اكتر. فالاهلي لوجوده في النهائي مرتين قبل كده وبيخسر، وفوزه بالبطوله السنه دي خلته الاول ب 69 نقطه، بعد منه الوداد، بعد منه مازيمبي، بعد منه الترجي، دول الاربع فرق اللي هيتوزعوا على رؤوس المجموعات. طيب التصنيف الثاني، المستوى الثاني اللي انت هتحط الاربع، بكره هتلاقي فيه 4 كاسات، واحد جه فيه الاهلي، واحد جه فيه الترجي، واحد جه فيه مازيمبي، واحد جه فيه الوداد. هات لي التصنيف الثاني الاربع فرق اللي فيهم الزمالك وصن داونز وحوريا كوناكري وفيتا كلاب الكونغولي، الاربعه دول هترمي على كل كاس واحد منهم، فممكن جدا الاهلي يقع معاه الزمالك او يقع معاه صن داونز، يبقى برضه بيتس موسيماني بيواجه نفسه، او يلعب معاه حوريا كوناكري او فيتا كلاب الكونغولي. طب التصنيف الثالث نفس الحكايه، الهلال السوداني، سيمبا التنزاني، بترو اتلتيكو، شباب بلوزداد الجزائري، والمستوى الرابع تونجث السنغالي اللي اقصى الرجاء المغربي بغرابه شديده. المباراه تقريبا يا باشمهندس اتلعبت في بركه، يعني لما تشوفوا صور مباراه الرجاء والفريق السنغالي في ملعب الدار البيضاء في مجمع محمد الخامس، بركه ميه قد كده. خلاص بقى ما بقتش كوره، الماتش خلص 0-0 طبعا، ولعبوا ركلات ترجيح خلاص، الرجاء خرج. فمعاه في المستوى الرابع تونجث السنغالي، مولوديه العاصمه الجزائري، كايزر تشيفز الجنوب افريقي، والمريخ السوداني. الاتحاد الافريقي قبل كده كان عامل نظام انه مفيش فرقتين من دوله واحده يقع في مجموعه واحده. السنه دي قال لك طب هنعمل ايه؟ ده في 5 دول منها فرقتين. يعني انت عندك الهلال والمريخ من السودان، صن داونز وكايزر تشيفز من جنوب افريقيا، الاهلي والزمالك من مصر، شباب بلوزداد ومولوديه العاصمه من الجزائر، 5 دول ممثله في فرقتين. النجم الساحلي والترجي. لا، تون النجم في الكونفدراليه. النجم في الدجاه. ايوه. المره دي عنده بس اصل انا الربط جالي في ان انا في الترجي ونجم الساحلي للدقيقه 88 الاثنين بره. الاثنين بره. في الدقيقه 89 الاثنين جوه. ايوه. فمع لغط طبعا كالعاده في اي حاجه، اللغط التحكيم مولي العرب بالمناسبه نقول له هارد لك، والله حظ وحش قوي. مولين واجه ظروف صعبه جدا. لا، والقرار اللي اتاخد ضربه الجزاء حكم ظلم جدا يعني. وفي الوقت المحتسب بدل من ضائع الاضافي، لا
اربع دقايق ما تلعبش منهم دقيقه 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 ونص. لو ضربه جزاء غريبه يعني، يعني ايه الحكام دي؟ ولا في فار ولا في هو عشان غياب الفار. وهو انت حتى الجون الثالث بتاع الترجي اوفسايد واضح، لكن خلاص الحكم عصب ما لحقهاش. لو في فار كان ممكن تتغير الامور. اذا كان برضه هيطبق صح، ما هو احنا بنقعد نقول الفار وبعدين يجي الفار نزعل منه، حد يشكط فيه يجري الفار يطلع فار يهرب الفار. ما بقناش عارفين كيف تحصل على العدالة يعني. طيب الجديد برضو في البطولة السنة دي زي ما اقول لكم، خلاص هي لائحة البطولة ملياش دعوة انتم منين. ممكن فعلا زي ما حصل قبل كده ثلاث فرق من الجزائر كانوا مع بعض في مجموعة واحدة، فملهاش علاقة بتصنيفات الدول، ليها علاقة بالتصنيف الفني بالمعيار اللي انا قلته لكم. وده بيقودنا لحاجة، هو ده مش دي مش معايير؟ حتى في القرن اللي فات لما الاتحاد الافريقي حط رولز، حط معايير اختار عليها نادي القرن، الناس اعترضت ان يبقى فيه اختيار معايير. انت النهارده الزمالك لا هي مش بص يا استاذ ابراهيم من الاخر كده هم عارفين الصح لكن هم استنوا لاخر القرن وفصلوا المعيار اللي ممكن يديهم اللقب. لكن طول ما المعيار موجود ما كانش حد بيتكلم خالص طول الوقت. يعني هو ليه ما حدش بيكلمك على ترتيب الانديه في القرن ال21؟ ما هو نفس المعيار. ما حدش قال لك ده غلط واحنا محتاجين عليه قبل ما تتضح ان الاهلي بعيد. يعني كان ممكن يحتج عليه من اول ثلاث سنين ويقول لك المعيار ده احنا معترضين عليه، ما حصلش. استاذ ابراهيم انت بتفصل مواقفك على ضوء ايه اللي يخدمك بعد ما تعرف. زي الجون كده يعني ما يترمي كده والكره تيجي هنا يقول لك كان المفروض يترمي كده، ما الضربه اتنفذت. انت قبل ما تتنفس انت مش عارف المفروض يحصل ايه. فالصح والغلط دايما نسبي، للي عايز يجد مبرر يقعد يفصل لنفسه على الظروف. لو طبقت ده هو ده العداله، لو طبقت ده هو العداله. ادي معيار التصنيف. طب انت حاطط قاعده هتطبق عليك يعني. انت بتضرب انت مش البطل السنه دي بتضرب في خمسه ساعه مع القاعده هتضرب للاهلي في خمسه وهتضرب للزمالك في خمسه وهتضرب للوداد قبل كده في نفس الرقم بتاعه. هو يعني دي اتعملت لما الاهلي شافوه فراح عاملين له قاعده عشان ولا الترجي ولا المازيمبي ولا الوداد؟ لا، القاعده محطوطه افرزت هذه القاعده افرزت هذا الترتيب. هتيجي انت تقول لك ما هو لو كان طبق القاعده بدل ما تقسم على خمسه تقسم على ثلاثه، ده انت عايز حاجه تخدمك انت تجيبك انت. ده موضوع تاني. طيب كمان علشان الموسم السنه ده هيبقى مضغوط جدا، دوري المجموعات سريعا يعني. انت القرعه بكره الجمعه، عارفين اول مباراه امتى في دوري المجموعات الشهر الجاي على طول؟ 12 و13 فبراير، 12 و13 2 الجوله الاولى. فبسرعه انت يعني باذن الله تعالى الاهلي يلعب في كاس العالم للانديه في الدوحه من 1 ل 10 فبراير، من 3 ل 14. طيب الاتحاد الافريقي حاطط الجوله الاولى، اذا مباراه الاهلي هتؤجل في الجوله الاولى لانه الجوله الاولى حاطط لها 12 و13 فبراير. انا اللي اعرفه كده تاكدوا لنا النبي في الاعداد عارف ان هتؤجل حتى لو الاهلي كمل ان شاء الله في بطوله العالم من هم قالوا ان الفاينل 11 ل 14 من 3 ل 14 ده لا كاس العالم للانديه. هو كان من 1 ل 11 الجدول اللي قال لك من 3 ل 14. ايوه طيب لكن هتسافر قبلها بيومين. لا بالنسبه لل 12 و13 فبراير الجوله الاولى في دوري الابطال هتؤجل لو الاهلي باذن الله كمل في كاس العالم للانديه لادوار متقدمه الكاف هيأجل له هذه المباراه. الجوله الثانيه هتبقى 23 فبراير والجوله الثالثه 5 مارس، الجوله الرابعه 16 مارس، الجولة الخامسة 2 ابريل 2 و3 ابريل، وتختتم هذه المجموعات بالجولة السادسة يوم 9 ابريل 9 و10 ابريل. يعني في اول الاسبوع الاول من ابريل تقريبا هيكون اتعرف مين اللي هيصعد لدور الثمانية. طيب لو لعب الاهلي والزمالك، الجمهور على السوشيال ميديا قال لك طب يا ريت، وبداوا يستدعوا انه فعلا الزمالك وشه حلو على الاهلي في افريقيا. حاجه غريبه جدا، كل مره الاهلي واجه الزمالك في بطوله افريقيا الاهلي كمل وخدوا البطوله في الخمس مرات. يعني ده والنبي في الخمس مرات هل دي قاعده؟ ما فيش حاجه اسمها قاعده، لكنه انا بقول لك
الخمس مرات الاهلي قابل الزمالك في دور المجموعات، قابله في قبل النهائي، قابله في دور الثمانيه، والموسم الاخير قابله في الفاينل. كانت النتائج يا باشمهندس في 2005 لعبوا مع بعض في الدور قبل النهائي، فاز الاهلي 2-1 و3-0 والاهلي كمل وفاز باللقب 2-0. في بطوله 2008 في مجموعه واحده فاز الاهلي 2-1 وتعادلوا 2-2، الاهلي تصدر هذه المجموعه، جمع 12 نقطه وقتها، والزمالك جه في الرصيد بخمس نقاط في الرصيد الرابع، وواصل الاهلي مشواره وفاز باللقب. في 2012 وقع الاهلي والزمالك في مجموعه واحده وفاز الاهلي 1-0، واخرها كانت الموسم او النسخه المنقضيه وفاز الاهلي بالقضية ممكن. الثلاث يعني بطولات اللي هي 12 و13 و20 قيمتهم انهم مش مع الجيل المرعب يعني. طيب من الخمس مرات في ثلاث انتصارات الاهلي، مكانه الاهلي ليها صدى عالمي كبير، ولما بنقول ده بنقول ده من على ارض واقع ووفقا لحقائق على الارض. النهارده زار النادي الاهلي وفد من قناه المانيه كبيره، قناه زد دي اف، دي واحده من القنوات الرياضيه الكبيره جدا في المانيا، قناه تاسست 1959، جايين يسجلوا ايه حكايه النادي الاهلي؟ ايه قيمه المنشات الرياضيه في النادي الاهلي؟ وحقيقه النادي الاهلي ومستوياته خاصه في كره اليد بمناسبه استضافه مصر لكاس العالم لكره اليد. استقبل الوفد الالماني الكبير العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، اللي المهندس عدل القيعي يصمم يبعت له الكاميرا بتاعه الاسبوع اللي فات مخصوص تبقى دلوقتي مع العميد محمد مرجان في مكتبه كمدير تنفيذي للنادي. سياده العميد مساء الخير. يا استاذ بريم ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا فندم كابتن عدل، ازاي حضرتك؟ الاول بس عايزين الساده المشاهدين، انت قاعد دلوقتي في المكتب؟ انت قاعد دلوقتي في المكتب يا محمد؟ انا قاعد في مكتبي بس عشان الناس تعرف امكانيات. ايوه قاعد في المكتب. المهندس عدل عايز يشاور لك من هنا. قاعدين في المكتب ربنا يديك الصحه و احكي لنا الزياره دي. ده المكتب اللي انت كنت فيه يا كابتن عدلي، ده المكتب اللي حضرتك كنت فيه. بس بقول لك ايه، هو ما جابش الثلاثيه. والمكتب اللي انتوا سلمتونا الامانه فيه. بس هو ما جابش الثلاثيه، انت جنبك الثلاثيه. وباذن الله باذن الله تسلمه لحد برضه كده على مستوى حضرتك تؤدي اداء رائع ونعمه يعني المانجر يعني. انما احكي لنا بس على الزياره دي واهميتها. هو ده اللي احنا بنديه والله يا كابتن عدلي والله. اتفضل يا سياده العميد على زياره الوفد الالماني لقناه زد دي اف، ايه اللي حصل؟ طبعا انا بس عايز يعني اقول اكمل على كلام كابتن عدل القيعي، طبعا ربنا سبحانه وتعالى بس يكرمنا فعلا ونسلمها على خير ونسلم الامانه يعني زي ما استلمناها. احنا عملنا مجهود وبذلنا مجهود، وان شاء الله باذن الله زي ما استلمناها منكم يا كابتن عدلي ومن ناس افاضل قبلينا، ان شاء الله نستلمها بعدينا لناس تبقى افضل مننا وتكمل مشوار بشكل كويس ان شاء الله. طبعا يا استاذ ابراهيم الوفد الالماني هو جاي عشان خاطر زي ما حضرتك قلت، هو بيغطي احداث كاس العالم اللي كل كره اليد اللي كل العالم منتظرها، اللي مصر بذلت فيها مجهود جامد جدا، اللي النادي الاهلي بدوره كمؤسسه رياضيه بيشارك اللي ازاي البطوله دي يعني تقام ان شاء الله باذن الله، عشان دي هتبقى الفخر لمصر كلها. الناس النهارده كانوا جايين عشان يعملوا تقرير عن كره اليد، اتحول التقرير زي ما انتم شفتوا كده من كتر ما هم جالهم يعني الحمد لله رب العالمين. النادي الاهلي بالنسبه لهم شافوه ما كانوش متوقعين اللي فيه صرح رياضي على مستوى الشرق الاوسط، او عندهم كمان انت عارف يا كابتن عادل واستاذ ابراهيم الانديه بره بتبقى عباره عن ملعب يد فهو ده نادي، او ملعب كره قدم فهو نادي، لكن ما شافش المستوى الاجتماعي او المستوى الرياضي بالشكل ده. فجم طبعا في مقر الجزيره وراحوا مقر مدينه نصر، ده كان بالنسبه لهم حاجه يعني مذهله وحاجه كبيره جدا، وخصوصا اما شافوا القطاع العريض بتاع القطاع الناشئين والناشئات واولادنا في المدارس والتجهيزي، وبعد كده دخلوا على المنشات بتاعتنا في النادي برضو نفس القصه، زاروا فرع الشيخ زايد، وزي ما انتم شفتوا احنا فوجئنا اللي هم عملوا تقرير بالكامل عن مصر وعن النادي الاهلي، فالواحد طبعا كان فخور بيه جدا، وكان اول حاجه كان لازم قناه النادي الاهلي تذيع هذا التقرير عشان خاطر برضو يعني اعضاء النادي الاهلي واللي شغالين بينتموا للنادي الاهلي كلنا بيبقى احنا محظوظين اللي احنا بننتمي لهذه المؤسسه، فربنا يوفقكم ان شاء الله ونكون ناقلين الصوره بشكل كويس لاعضائنا وجماهيرنا. بدايه لازم اشكرك على الجهد الكبير اللي بذلته عشان
ملك وكتاب يلحقوا ياخدوا التقرير النهارده اللي هنذيعه ويعرفوا الخبر. ودي صور في نفس اللحظة بتورينا الجولة اللي خدوها ويعني لقطات عن مصر وعن الحضارة اللي يقدروا يعني يعكسوها من خلال زيارتهم. وهو ده النادي الأهلي يا محمد بيه. يعني دي لقطات من الملعب. الحمد لله ما هو ده دورنا. يمكن احنا تفضل. يمكن يا كابتن عادل ده دورنا يا استاذ ابراهيم. كان في برضه لو انتوا يعني هنرجع ورا شويه كان في بطوله الدوره المرتبط لكره السله كانت مقامه في اسماعيليه ويمكن نادي الاهلي يعني عانى فيها في مواقف كتير لعدد اصابات للفريق المرتبط واصابات في الدرجه الاولى وسواء الرجال او السيدات، ولكن برضه حفاظا على المنظومه الرياضيه كامله الحمد لله كان في الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنه الطبيه وكابتن رفعت بلاد مدير النشاط الرياضي اتعمل برضه لجنه عشان تدير الازمه بشكل محترم مع رئيس النادي المتواجد خارج البلاد في دبي، وقدرنا نديرها بشكل محترم برضه حفاظا على اولادنا وحفاظا على الرياضه المصريه. والحمد لله النادي الاهلي توج بالبطوله. احنا عايزين نتكلم ده دور النادي الاهلي مع ال- 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 الرياضه المصريه او الدوله المصريه. ده دور النادي الاهلي سواء انت بتطلع لعيبه بتخش منتخبات او بتساعد ازاي تقام يعني بطولات بدورك بهدوءك بتماسكك. الحمد لله رب العالمين هو ده اللي احنا عايزين نوصله للناس. بس مؤكد ان الالمان كانوا مستغربين ومندهشين لانه في نادي عنده كل القدرات الرياضيه والاجتماعيه مع بعض، لانه ده سياده العميد مش موجود بره انك انت تلاقي نادي عنده هذه الاعضاء وعدد الالعاب في يعني 17 18 لعب على كل المستويات. مؤكد المساله بالنسبه لهم كانت غريبه. دي حقيقه. يعني النهارده ما فيش نادي في العالم كله بيبقى عنده 19 لعبه بيصرف عليها. يعني كابتن عادلي طبعا استاذنا وهم سلمونا الورث الثقيل دوت وان شاء الله بنحاول نزيد. ما فيش حته في الدنيا بتصرف على 19 لعبه ومطلوب في ال 19 لعبه الحصول على المركز الاول. انت يمكن انديه مصر كلها في الالعاب كلها او على المستوى الافريقي او العربي النادي الاهلي ما بيشارك في بطوله اي نادي بيبقى هدفه يكسب النادي الاهلي، دي بطولته اللي هو كسب النادي الاهلي، اما النادي الاهلي بيبقى هدفه يكسب البطوله. فشوف بقى الضغط على اولادنا من سواء بقى من اعمار السنيه في قطاع البطوله سواء بتبدا من 11 او 14 سنه في الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه نفس القصه، مطالب ان النادي الاهلي يكسب بطوله مش يكسب نادي واحد. فطبعا الناس بتبقى مستغربه اللي انت عندك 19 لعبه، عندك نشاط اجتماعي بالشكل اللي هم شافوه، عندك نشاط رياضي انت بتحاول بقدر الامكان تبقى دايما في رقم واحد. هو ده كان الاستغراب. والحمد لله احنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى هذه المؤسسه تفضل مستمره بالشكل اللي بيليق بيها واللي بيرضي جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله اللي يرضي اعضاء وجماهير النادي الاهلي تقول لهم ايه في بدايه السنه الجديده، ايه الجديد والقريب هيفتتح في منشات النادي سواء في الجزيره او في مدينه نصر او في الشيخ زايد، واخبار التجمع ايه؟ اولا طبعا لازم اقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده، وندعي ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله تبقى 2021 سنه خير وسعاده علينا. الحمد لله 2020 كانت سنه الحمد لله يعني برغم وباء كورونا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى انهاها علينا بفضله ببطوله افريقيا الغاليه على قلوب جماهير النادي الاهلي واعضائه، وبرضه نفس القصه كاس مصر والنادي الاهلي بيفوز بالثلاثيه في 2020. نتمنى في 2021 ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي بيحقق طموح اعضائه وجماهيره. الفترة اللي جايه باذن الله اما رئيس النادي كابتن محمود الخطيب يوصل باستلامه بكره هيبقى في اجتماع على طول يوم السبت عشان خاطر هنقعد مع المشرف الهندسي نضع خطه استلام او افتتاحات بعض المشروعات خلال الفتره اللي جايه وعلى راسها الشيخ زايد. احنا في الشيخ زايد النهارده مجمع الاسكواش المفروض هنستلمه في شهر فبراير، المفروض مجمع صاله الجمباز ومجمع كاراتيه اكبر مجمع كاراتيه فيه 6 ملاعب كاراتيه. ان شاء الله دول المفروض طبقا للجدول الزمني نستلمهم اخر فبراير، فاول لما يرجع كابتن محمود الخطيب ان شاء الله فهنقعد مع المهندس سامح ونبدا نشوف الفتره اللي جايه الاستلامات هيبقى شكلها عامل ازاي. نفس القصه في الجزيره عندنا استلام المدرج كره القدم الدور العلوي فيه ده تم تجهيزه على اعلى مستوى سواء غرف خلع ملابس او وحده علاج طبيعي للفرق الجماعيه كره يد وكره سله وكره طايره ان شاء الله. بالنسبة لمدينة نصر احنا شغالين لو حد بيروح هناك طريق النصر مع حسن المأمون احنا شغالين اسوار مدينة نصر، وده كابتن عادل حضرتك طبعا هتبقى اكتر واحد عارف. من سنة 92
منذ انشاء الاهلي ميت نصر النادي كان لا يستطيع الحصول على تراخيص لانشاء سور عشان خاطر المنطقه اللي هناك. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى اخذنا التراخيص، الاسوار يعني خلاص على وشك الانتهاء ان شاء الله، فهنستلم الاسوار برضو باذن الله في نهايه شهر فبراير، وهنخش بعديها في جراج مدينه نصر اللي بيضم 700 او 750 وممكن 800 عربيه على مساحه 30,000 متر، برضو هنستلمه ان شاء الله باذن الله في شهر 4 باذن الله بماكسيمم شهر 5 او 5. ده هيحل ازمه كبيره جدا مع اعضاء مدينه نصر، وخصوصا بعد التوسعات اللي بتحصل في شرق القاهره كلها، وده برضو تماشيا مع الدوله المصريه، يعني ده تماشيا مع التطوير اللي بيحصل هناك في البنيه التحتيه، ده تماشيا معاها، فبنعمل الانشاءات اللي نفس القصة. التجمع الخامس الهيئة الهندسية مشكورا شغالين تواصل ليل مع النهار، المفروض بإذن الله بإذن الله طبقا لآخر اللقاء كان موجود الاستلام افتتاح المرحلة الأولى هيبقى في شهر 6، ممكن ربنا يكرم تبقى آخر 6 أو لسه ما حددناش، ولكن هرجع أقول تاني احنا عندنا لقاء مع المستشار الهندسي فور عودة رئيس النادي إن شاء الله، هنحط فيه جدول زمني وهنعلن عنه بالفترة اللي جاية بإذن الله. سيادة المدير ربنا يديكوا الصحة ويقويكوا، والتحدي مستمر وكبير والشغل اللي تم مذهل على مستوى المدة اللي فاتت، وعشان كده احنا بنحب النادي الاهلي، وعشان كده بنفخر بالنادي الاهلي، وعشان كده حاسين بعظم المسؤولية وثقل المسؤولية، وربنا يوفقكم كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب يا كابتن عدلي، وده اللي احنا يعني انا عارف ان كل الناس بتحب النادي الاهلي، عشان كده بنقول نتمنى في 2021 الجميع يقف مع الناجح، يقف خلف الناجح. يمكن 2020 و2019 شفنا فيها عكوسات كتير، ولكن نتمنى بقى في 2021 نقف مع الناجح، وهنمد ايدينا نساعد كل الناس، دي هترجع على الرياضه المصريه كلها بالخير، بلدنا تستحق ان احنا نتكتف كلنا عشان نبقى رقم واحد باذن الله في كل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، حدثكم صوت وصوره من مكتبه في النادي، ودايما وابدا يا باشمهندس وراء كل مجلس اداره ناجح مدير تنفيذي كفء. مطبخ قوي مطبخ قوي بقياده الشيف بيبقى مدير النادي. الشيف طبعا حلو. المطبخ ده لازم يبقى قوي جدا. الناس ممكن ما تشوفش الشيف، لكن تبقى قاعده هي بتستمتع بالاكل، ها، وحاسين ان المكان ده مميز. لكن من المهم جدا بصراحه ان احنا كل الشيفات الناس تشوفها وتقدرها وتحس بدورها. انت عارف انا رحت تجولت كده حوالين مدينه نصر، حجم الشغل اللي بيتم في الطرق والكباري، واذا كان هيبقى فيه انفاق عشان سلاسه الحركه، الجراج اللي بيعمله النادي الاهلي ده هيؤدي الى اسهام بتاعه كله. تصور انت 800 عربيه كانت بيركنوا خارج النادي هيخشوا جوه النادي، تخيل السلاسه المروريه اللي هتحصل. هو ده النادي الاهلي، وهو ده دوره المجتمعي، وهو ده اسهامه في خدمه وطنه. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس كتيره هتتمسك من عظمه لسانها. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا تقرير الوكاله الالمانيه وكاله زد اف في زيارتها للنادي الاهلي، وشفنا لقطاتها والعميد محمد مرجان بيتكلم، وازاي كان الالمان مندهشين للحاله اللي الاهلي عليها. يعني هو يعني الانديه هناك متخصصه قوي. قليل ما تلاقي انديه يعني اجتماعيه رياضيه. احنا نتميز بهذه الخاصيه في مصر. عندنا اكتر من نادي، حتى الانديه الاجتماعيه بتاعتنا واخده يعني زي الجزيره وسبورتنج. وده تقرير وكاله زد اف عن مصر والنادي الاهلي يا دي جماعه. دي كاميرات التلفزيون الالمانيه. فشوفوا جمال مصر اللي يعني بتصدروا هذه الزيارات، ولذلك نجاح استضافه البطولات الكبرى يا جماعه مهم جدا جدا، وجزء من نجاحها سلوك الشعب مع الزوار وتفاعله معاهم وتعاونه معاهم ويعني استيعاب الثقافات المختلفه اللي هيقابلوها من غير ما يسبب لهم اي احراج. فاعتقد ان ده ياسر الرملي
يعني هو برضو يعني له دور في تنظيم كأس العالم، لاعبه إداري الأهلي في كرة اليد في الحديث للقناة الألمانية ZDF، ده تقرير الوكالة الألمانية. بقول لكم شوفوا الناس بره، كابتن طارق محروس شايفة الأهلي وشايفة مصر وشايفة قدرات مصر السياحية والرياضية ازاي. كابتن طارق مدرب الفريق الأول النادي الأهلي طبعا اتعمل معاه انترفيو. يعني انا حبيت قابلت الاستاذ ياسر رملي امبارح بالصدفه في النادي. فبدعبه يعني بقول له بعد الغلب اللي احنا فيه ده، بيقول لي متشكرين ومجهودك، واحنا قلت له شوف مفيش حاجه اسمها ده، مجهودكو نمره واحد واحنا بنحاول نشيل الفوطه الصفراء ونساعدكم. حلو، لكن اهم من كل ده ان المجهود ده يبقى له مردود. فرقتنا السنه دي متغيره مختلفه عن المواسم الماضيه، قال لي هتشوفها كابتن علي باذن الله. والباسكت ما شاء الله والطايره طبعا تاتش وود، ربنا سهل، ربنا سهل في مسيره رياضيه متكامله. انت بتاخد بالاسباب يا عزيز ابراهيم وربنا بيوفقك. لان عشان كده برضو انت بتتكلم في 455 بطوله في 2020، ده كلام مش من فراغ. كمان شوف عامل تفريغ، شوف مجلس الاداره وتفاعله مع قطاع النشاط الرياضي بقاله سنتين او ثلاثه بالتدريج. الذروه كانت السنه اللي فاتت مش السنه دي، انما السنه دي بقى الرتوش اللي بتكمل الصوره الجميله عشان تدي لك المردود اللي انت عايزه. فالحقيقه يعني حتى الخبرات في اختيار العناصر الاجنبيه اللي تدعم بيها فرقك، احنا شفنا في الرجال وفي السيدات الاجانب عملوا ايه. فطبعا مؤكد ان اسعد الناس دلوقتي مجلس اداره النادي الاهلي طبعا بعد جماهيرهم اللي هي ما بتقبلش غير بالبطولات. كل التوفيق، بس عايزين باستمرار نوقف مع النادي الاهلي يا جماعه. مش هو حلو قوي يعني، اذا كعبله كده كحه كده شويه انفلونزا كده نستحمله، لان هو ده اللي يخلي النادي الاهلي بسرعه يستعيد عافيته، خاصة ان طالما في جهد مخلص يبقى لازم نتعامل كلنا بهذا، كلنا وجماهيرنا. مش عايزين الجماهير بقى ان يعني تحاسب النادي الاهلي، نعودها على البطولات، فلما يخسك شوية يبقى يعني نضغط على اي عناصر سواء ادارية او فنية، وان شاء الله مش هيخسع ابدا. لكن اي حاجة تتقال مهمتنا هنا مناقشتها باستمرار، وكل واحد بيتمسك من بعضمة لسانه، بعضمة لسانه زي ما انتم متعودين احنا بنتفاعل او بنتعامل مع ما قيل. ولما بنتكلم على قطع ألسنة الفتنة فاحنا جادين، احنا جادين في ان احنا يا جماعة تعالوا الى كلمة سواء. الساحة الرياضية تستوعب الكل، والقمة عمرها ما كانت مدببة، يقدر يقعد الجميع على القمة، يقدر يوصل الجميع للنجاحات باستمرار، حتى بالنسبة لنادي الزمالك الكبير والشقيق، وبالنسبة لبقية الأندية لا سيما الشعبية منها اللي بترتبط بجماهير كتيرة كبيرة. لازم أن الكل يشتغل على فكرة في حالة من الإيجابية والود. على فكرة قوة التنافس هي اللي بتؤدي إلى التطور، طبعا بتؤدي إلى التطور طبعاً ورفع المستوى. فما فيش حاجه اسمها ان انت لا ترحب بالتنافس، بس يكون وفق المعايير الرياضيه والاخلاقيه السليمه، وكل واحد ياخد حقه، والفير بلاي يطبق على الجميع، على الجميع، اولهم النادي الاهلي. لكن انا هنا بس عايز اقول قد تروا بعض الردود والفيديوهات اللي شفتوها قبل كده، ولكن هذا نتيجه الالحاح على تصدير كلام غير حقيقي ونقل صوره ذهنيه هنقول لكم سببها بعد ما نستعرض هذا الكلام. في اجيال جديده بتتفرج عليها، لازم كل ما يتقال الكلام اللي ما يعجبناش او مش لا يمس كبد الحقيقه نرد عليه، وان عدتم عدنا. اتفضل يا استاذ ابراهيم. وبالمناسبه الزميل احمد عفيفي في قناه الزمالك اللي بنبارك له بانضمامه ليها وبنتمنى حوار راقي موضوعي منطقي ينحاز للعقل، ينحاز للقيم، ينحاز للعلاقات الطيبه، ما ينحسش الى سياسة دس السم في العسل الحقيقة، لان هي محاولة لا تنطلي على اي حد عاقل او اي حد بيتابع. انت بتتكلم عن حاجة تخص نجم كبير في النادي الاسماعيلي بحجم الكابتن حسني عبد ربه. النادي الاهلي ماله؟ نسمع احمد عفيفي في تعليقه على الكابتن حسني عبد ربه ونشوف تعليقنا.
الكابتن حسني قال اقول لوزير الرياضه، هل تدخل وزير الرياضه لدعم الاسماعيلي هل تدخل وزير الرياضه لدعم الاسماعيلي اقل من جلسته مع لاعب في نادي الزمالك او حل مشكله سابقه للاهلي؟ الحقيقه كابتن حسني انا ببقى مستاء جدا من الناس اللي عايزه تشاور على الاهلي فتقول الاهلي والزمالك، سواء الحكام اللي بيبقى عندهم مشكله مع التحكيم فيقول لك الحكام مع الاهلي والزمالك، في مشكله لحد حاصله مع الاهلي فيقول لك تعامل خاص للاهلي والزمالك، اللي مش عايز يقول الاهلي ما يقولش، مفيش حد مطلوب منه يبقى بطل، معروف هتقول الاهلي يتعرض لمشاكل، يتعرض لانتقادات، يتعرض لهجوم، مفهوم، ده مفهوم جدا، ومفيش حد مطلوب منه يبقى بطل، بس في نفس الوقت يا كابتن حسني مش لازم عشان تذكر الاهلي تذكر الزمالك، لان انا هسالك سؤال يا كابتن حسني، هل انت وانت بتحب الاسماعيلي وبتتمنى له الخير هتبقى مبسوط لما يبقى لاعب في نادي الاسماعيلي عايز يجدد فيضطر يروح يقعد مع الوزير عشان يطمن منه ان النادي الاسماعيلي مكمل؟ يعني هل ده المشهد اللي انت عايز توصل بيه للنادي الاسماعيلي؟ ان الناس تبقى مش متاكده الشمس هتطلع عليه بكره ولا لا؟ السؤال ليك واتمنى ان انت تجاوب عليه ولو بينك وبين نفسك، لان اعتقد مفيش اي حد يرضى انه يوصل لمرحله ان لاعب عايز يجدد فيحتاج يقعد مع حد من بره النادي يطمنه على النادي، مش يطمنه انه هيمشي كويس، يطمنه انه مكمل، يطمنه انه مكمل اصلا يا كابتن حسني. وعندي اكتر من سؤال، هو كابتن حسني لما كان النادي الاسماعيلي بينافس على الدوري وفي حكم في مباراه تسبب في هدف فضيحه، وبعد شهرين الحكم ده كان بيشتغل في قناه نفس النادي اللي هو حسب له الهدف الفضيحه، هل النادي ده يا كابتن حسني كان الزمالك؟ يا كابتن حسني في نادي في لعيبه بتلعب فيه وبتعمل مسيره وقربوا يبقوا كباتن في الفرقه وعمرهم ما عاشوا تجربه لمره واحده انهم يبقوا راكبين اتوبيس النادي وطالعين على طريق مصر اسماعيليه. طريق مصر اسماعيليه ده بالنسبه لهم مكان مجهول مهجور، ما عدوش عليه قبل كده، ما راحوش لعبوا في اسماعيليه، مش بقالهم سنه، مش بقالهم اتنين، ناس عملت مسيره قربوا يبقوا كباتن. هل النادي ده هو الزمالك؟ في نادي لعيبه كتير بتختفي وتقفل تليفوناتها ومحدش يعرف لها طريق جره ثم بيظهروا فيه وهم بيوقعوا، هل النادي ده هو الزمالك؟ ارجع لي شوف الكلام اللي بيقوله الاستاذ عفيفي، بيقوله برصانه وبشياكه وكانه يتحدث بموضوعيه، ولكن هو نفس الكلام بنفس المعنى، تصدير المظلوميه وتصدير الاهلي بيتعامل معامله خاصه وزياده الفجوه بين الاسماعيلي والاهلي او تكريس الفجوه اللي كل من يطلع رموز اسماعيلي يلموها يطلع حد ببراعة الأستاذ عفيفي في الحديث يرجع تاني يعبس في هذه المساحة. أستاذ عفيفي قبل ما أستاذ إبراهيم عنده ردود موضوعية جدا هيرد عليك بيها، أنت بتقول الزمالك كل واحد عايز يجيب سيرة الأهلي يجيب سيرة الزمالك، على فكرة هو ما كانش عايز يجيب سيرة الأهلي خالص، لأن الوزير يعني الحادثة اللي بيستند إليها الزمالك وموقف خاص وظرف خاص في صعوبات، فالوزير قاعد مع لعيب يقول له لا والله الدنيا هتبقى زي الفل. الاسماعيلي عنده ظرف خاص وفي صعوبات كان يتمنى ان يحصل نفس الشيء، دخلت انت الاهلي عشان تقول هو كان قصده يتكلم على الاهلي ورجعتنا ل 2009 اللي هنثبت لك بالصوت والصوره انك انت. بس بعد ما الاستاذ ابراهيم يتكلم انا هضيف. طيب اولا فكره انه زي ما المهندس عادل قال حسني عبد رب الراجل بيشتكي من تجاهل وزير الشباب والرياضة لبحث شؤون الإسماعيلي، ومعه كل الحق لأن الإسماعيلي يستحق فعلا مزيد من الدعم المادي المعنوي الرياضي الإداري، كل الدعم يستاهل الإسماعيلي ويستحقه ويحتاجه، ده حسني عبد ربه. فكرة بقى هو أنت عشان تقول الزمالك لازم تقول الأهلي، لا دي قديمة بقى، دي قديمة بقى، ده خدها منك يا باشمهندس أحمد، لأنه ده تقريبا نداءنا اللي بحت اصواتنا منه. ارجوكوا اربطوا كل واحد بخيط لوحده. وكنا بنلوم على نقاد رياضيين كبار، لما يجي يشيد بالاهلي لازم يشيد بالزمالك، ولما يجي يلوم الزمالك لازم يلوم الاهلي، او يلوم الاهلي فيلوم الزمالك، وكنا بنقول لهم ارجوكوا افصلوا. لو الاهلي يستحق الاشاده فليكن، او لو الزمالك يستحق الاشاده او اللوم ايهما للاثنين فليكن. لكن فكره ان انا ارجع ادبس الاسماعيلي في الاهلي وارجع
أوغر صدور الدراويش ضد الأهلي وأبدأ أنكش في حاجات لزرع المزيد من أسباب الفتنة من جديد، ده اللي بيخلينا على غير أخلاقية، على غير أسباب حقيقية، على غير حقيقة بالمرة على غير حقيقة بالمرة. لأنه حسني عبد ربه بيقول للوزير، الوزير ما عملش، دكتور أشرف صبحي ما عملش أي دعم مادي للنادي الأهلي، ما تدخلش أبدا لحل مشكلة في النادي الأهلي. الأهلي مستقر، ما عندوش مشاكل، كويس، نتمنى الاستقرار للجميع. بس هو حسني لما بينشر ده هو ذكر الاهلي هنا هو الغريب، ذكر الاهلي هنا الزج بالاهلي هو الغريب في الجمله هو اللي غريب. لكن انت هتطلع الزمالك وتلبس الاهلي في الحيط مع الاسماعيلي، هو يا كابتن حسني، هو يا كابتن حسني، لا تعال امسكك واحده واحده في الثلاث نقاط اللي انت اتكلمت فيهم. ان الاهلي في اجيال ما تعرفش طريق مصر اسماعيليه. اولا بمناسبه طريق مصر اسماعيليه، ده اللي تعبكم قوي، لان دي بتتكرر كتير يا جماعة. الأمن اللي هو موقفه وتقديراته الأمنية إنه الأهلي ما ممكن بيروحش أسألك سؤال يلعب في خط القناة. هو الأهلي ما بيروحش للإسماعيلي إسماعيلية، بس الإسماعيلي بيجي القاهرة؟ طيب الإسماعيلي ما بيجيش القاهرة، الإسماعيلي بيجي للزمالك والزمالك بيروح يلعب الإسماعيلي برا. طيب إيه العلاقة؟ ما هو المصري اللي هو لازق في بورسعيد اللي لازق في الإسماعيلي ما بيروحش للإسماعيلية، المصري بيلعب كل مبارياته بما فيها ماتش الإسماعيلي في برج العرب. الزمالك بيروح بورسعيد؟ أنا عايز بس، ما هو موقف الزمالك، بورسعيد نفسها ما بتلعبش بورسعيد، يعني المصري ما بيلعبش بورسعيد، لا الزمالك ولا غيره. أيوه لا الزمالك ولا غيره. إذا موقف الزمالك مع النادي المصري وموقف الأهلي مع النادي الإسماعيلي. يا جماعة هذا الأمر ولأسباب أمنية بقى فيه هدف باستمرار من تصدير الأزمة بين الأهلي وخط القناة، وكفاياكوا أرجوكوا، زرعتوا من الفتن ما يكفي وحصلت الدماء ما يكفي، أرجوكوا بلاش عزف على هذا الوتر الدامي. أنتوا بتهرجوا بجد، الأهلي ما بيروحش الإسماعيلية والإسماعيلي ما بيجيش القاهرة. بس كمان هو مين قال لكم إن الأهلي لو راح الإسماعيلية هيتغلب أو الإسماعيلي لو جه القاهرة هيتغلب؟ مين الندية على فكرة، مين الندية بين الفرقتين ما يكفي؟ النادي الأهلي الإسماعيلي جه القاهرة كسب قبل كده كاس مصر من النادي الأهلي بجون أحمد فكر الصغير، وكسب قبل كده الأهلي في القاهرة 3-0، والأهلي في آخر 10 ماتشات يا باشمهندس أحمد عفيفي، آخر 10 زيارات للأهلي للإسماعيلية في الدوري الأهلي فاز 4 والإسماعيلي فاز 3، الإسماعيلي فاز على الأهلي في الإسماعيلية أقل مما فاز الأهلي، منهم مرة 6-0 الأهلي فاز ومرة فاز 4-0 في الإسماعيلية. فأرجوكوا لما يبقى الإسماعيلي فاز على الأهلي في الإسماعيلية 3 مرات وتعادلوا 3 مرات والرقم الأكبر فوز الأهلي في الإسماعيلية 4 مرات، فده مش الأشكيف المخيف اللي أنت فاكر إن الأهلي لو ركب الأتوبيس وراح الإسماعيلية هيخسر ومش هياخد الدوري. في ندية بين الاتنين ما يكفي، لكن هناك ما هو أهم من اللي أنت قلته اللي هنكرره ونعيده ونزيده في كلام مهم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا كلام احمد عفيفي كان واضح جدا ان الكلام مقصود به النادي الاهلي، لانه حتى لما بيقول لهم يا حسني مين الفرقه اللي عمرها ما ركبت الاتوبيس ولا راحت مصر طريق مصر اسماعيليه، واحنا قلنا لكم ده تقدير امني، لا الاهلي معترض ولا الاهلي اللي بيختار، وبعدين يا سيدي ولا الاسماعيلي بيجي لي ولا الاسماعيلي بيجي، يعني منتهى تكافؤ الفرص، لا الاسماعيلي ما بيجيش يلعب مع الاهلي في القاهره ولا الاهلي بيروح للاسماعيلي، بنلعب على ملاعب محايده احنا الاثنين. ايه فكره ان انا باستمرار عايز ازكي ديت عند جمهور الاسماعيلي على اعتبار الاهلي هيروح يلاقي ايه؟ ما هي دي هنا بقى زراعه الفتنه. انت بتقول يعني الاهلي هيروح يلاقي ايه مختلف عن اللي بيلاقيه الزمالك مثلا؟ يعني انت ليه مصر على ان الاسماعيلي يعني الاهلي هيروح الى الجحيم؟ لا مش مفروض ليه كده؟ ليه كده؟ لا بالعكس، ليه كده وانت عارف مين اللي بينظم المسابقه، وانت عارف انه تقدير الموقف الامني ارجوكوا اجبروا وعقلوا للكل، تقدير الموقف الامني مش بتاع النادي الاهلي ولا بتاع اي حد، بتاع السلطات الامنيه اللي هنجيب لكم للمره الثانيه والثالثه. الكابتن مازن مرزوق اللي حط جدول الدوري وادار على بدايه هو اللي اشرف على بدايه المسابقه هيقول لكم مرة تانية هل الأهلي بيرفض يروح الإسماعيلي؟ الكلام ده قبل ما يكون لأحمد عفيفي لجمهور الإسماعيلية والجمهور الزمالك وللجماهير اللي بيحاول عفيفي وغيره
يحطوا السم في العسل. هنشوف الكابتن مازن مرزوق. الجهات الامنيه وافقت على اغلب الملاعب، في بعض الملاعب لها اشتراطات امنيه ولهم الحق. يعني ما برضو مش كل ملعب هتقدر تلعب فيه كل المباريات او تقدر تلعب فيه الاهلي والزمالك بالذات. ايوه ليها اشتراطات امنيه، في حاجات بتتوافق عليها وفي حاجات ليها متطلبات زي استاد غزل المحل. أيوه. ليه متطلبات لازم يعملوا حاجات ويظبطوها، ما ظبطوهاش لغايه دي كانت طلبات الامن، كانت طلبات الامن، فلم تنتهي الحاجات الاشتراطات الامنيه. قالك احنا محتاجين كاميرات بكواليتي عالي واعداد وابواب معينه بارتفاعات معينه، يعني حاجات امنيه انا يعني ما افهمش فيها قوي يعني، لكن في النهايه اشتراطات لابد من توفرها. يعني مش الاهلي هو اللي طلب انه على فكره الاهلي ما طلبش خالص، الاهلي اخر حاجه يطلب بدليل النادي المحله طلع شكر النادي الاهلي. ما عندي كان المهندس حسام على القصه دي ويعني على ايدي انا اللي تدخلت علشان اقلب الماتشين علشان ما يبقاش في مشكله في الملعب. وحصلت مع نادي الزمالك وبيراميدز، نادي الزمالك وطلائع الجيش اللي هيبقى في الاسبوع السادس نفس القصه، قلبت الماتشين، اتقلبت الماتشات بموافقه الناديين. يعني انا مش لوحدي كده باخد قرار، لا ما ينفعش، لازم موافقه الناديين يوافقوا، فبنقلب عشان مشكله الملاعب. استاد القاهره هيتفتح يوم 15 يناير ان شاء الله. فالزمالك هيرجع يلعب في استاد القاهره، المفروض دجله كان برضه طالب يلعب في استاد القاهره فيقدر يرجع يلعب في استاد القاهره. طيب هل من ضمن الامور هل الاهلي مثلا طلب ان هو لا يواجه الاسماعيلي في الاسماعيليه؟ لا لا بص عشان برضه الناس يعني في انديه برضه تبقى عارفه ان القصص دي مش قصه اتحاد الكوره، مش انا اللي بنقي مين يلعب فين ومين يلعب فين. انا ببعت الملاعب للامن وبلعب ببعت الجدول، والامن ليه بعض الاشتراطات الامنيه او ليه بعض الرؤى الامنيه فبتحصل. فالاهلي ما بيروحش يلعب في الاسماعيليه خلاص، دي لابد من احترامها، دي رؤيه امنيه طبعا بحته. يعني اكيد انا لو عليا لعب الناس كلها، لكن القصه مش قراري انا، لان انا يعني نظريتي هتبقى قاصره لان ما عنديش الخلفيات اللي عند الامن. دي تصريحات برضو مهمه جدا لانه بترد على اسئله عند ناس كتير. يعني انا ما عنديش الخلفيات بتاعت الامن هو اللي عنده المعلومات وهو اللي بيحمي البلد دي. لكن ما انا اطلع اتكلم، لما انا اطلع اقول لا هيلعب الاهلي هنا والزمالك يلعب هنا، ابقى بقول اي كلام. لان اللي بيامن البلد دي ال 100 مليون هي الجهات الامنيه، وهي عارفه الصالح العام طبعا. في 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 بعض الحاجات هم ممكن يقول لك لا هنعمل دي، ممكن نعمل دي، ممكن نلعب ثلاث اربع ماتشات في اليوم في نفس المكان في نفس المديريه. يعني أيوة أيوة. بيتعاونوا في حاجات كتيره جدا، لكن في حاجات بتبقى ليها رؤيه امنيه واشتراطات امنيه معينه لابد من احترام. شوفوا بقى الموضوع بقى، يعني اذا كان في مسؤوليه بجد التعامل مع هذا الملف يجب ان يكون باعلى قدر من المسؤوليه. اما تليح الكلام مع كل قرار امني ده، ما يعني انا اتصور ان يجب التوقف بقى وحساب الحساب على هذا الامر، لانه بيقودنا الى اشياء اخرى. لا المصري والاسماعيلي بيلعبوا في خط القناه لاسباب امنيه، ولا الاهلي والاسماعيلي والاهلي والمصري والزمالك والمصري بيلعبوا في بورسعيد. فهناك اسباب، محدش يقعد يتفلسف ويلاقح كلام ان دي بتتعمل عشان خاطر أندية. ولما يعني نفس شفتوا المحاولة كانت قبل ماتش المحلة بنفس الطريقة وبنفس النهج وبنفس الأسلوب مع اختلاف الأشخاص، اللغة مختلفة لكن الفكر واحد. النهاردة طالع بعبقرية بذكاء إنه يوجه كلام كابتن حسني إيه اللي يقصد بيه إن الوزير قاعد مع فرجاني ساسي، فرجاني ساسي يبقى اقعد مع الإسماعيلي شوف مشاكله إيه، واتقال والاهلي بيحل مشاكل رغم ان الوزير لم يتصدى لمشاكل نادي الاهلي. اذا على الاقل دلوقتي يعني وزير الحالي. اذا الموضوع قلبته هو الزج بالاهلي في هذا الموضوع هو الغريب، مش الزج بالزمالك. ويا استاذ عفيفي مساله تليح الكلام بقى على الامن، لا اللي بيروحوا مصر اسماعيليه الاسماعيليه ما بيجيليش، وانت ما بتروحش للمصري والمصري ما بيجيلكش، والاسماعيلي ما بيجيش للاهلي، قصه امنيه بحته. اسبابها ايه؟ روح ابحث عليها مع مسؤولينك مع الامن، ولكن هذا ملف لا ينبغي العبث فيه. كفى هذا الاسلوب. انما بقى المشكله الاكثر استاذ ابراهيم ده بيلقح التحكيم. اللي يضحكك التحكيم ده حكايته حكايه. موسم 2009 ده بعد الفاصل 2009 ده نموذج للعبث التحكيمي ضد الأهلي بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا فيديو احمد عفيفي وهو بيتكلم على الثلاث نقاط اللي فيهم تلقيح صريح على النادي الاهلي ما يخص علاقات الاهلي بالاسماعيلي في حكايه اللعيبه وضم اللاعبين. يا جماعه الثلاث ارقام اللي ارجوكم من كتر تكرارنا ناس كتير حفظتهم، خليكم فاكرين الاهلي اخذ من الاسماعيلي طوال تاريخه 17 لاعب، الاسماعيلي اخذ من النادي الاهلي طوال تاريخه 29 لاعب، الزمالك اخذ طوال تاريخه من الاسماعيلي 19 لاعب، يعني الرقم الاقل في الحركه ديت النادي الاهلي، بس نجاحات لعيبه الاسماعيلي. انت قلت الاهلي خد 29 ولا انت بدلت؟ الاسماعيلي اخذ، الاهلي اخذ من الاسماعيلي 17 لاعب، 17 والاسماعيلي 19، والزمالك اخذ 19 والاسماعيلي اخذ 29 لاعب، 29 لاعب. طيب بس الاهم من كده اللي بيجي النادي الاهلي بينجح. لا سيبك من دي، هو قال حاجه مهمه جدا، قال اللي بيقفلوا التليفونات عشان تكتشف انهم راحوا نادي تاني. اولا كل لعيبه الاسماعيلي جم عن طريقين، اثنين مفيش تالت ليهم، كلهم يا اما بالتفاوض المباشر مع النادي الاسماعيلي، ها محمد عبد الله، شريف عبد الفضيل، بيع مباشر، او لعيبه انتقلت عبد الله سعيد مباشر، او لعيبه انتقلت من الاسماعيلي الى انديه تانية منهم الزمالك ورجع الاهلي اشتراهم زيه زي غيره، او انديه خارجيه او انديه اوروبيه زي الكابتن احمد فتحي والكابتن بركات وجم على النادي الاهلي والكابتن سيد معوض وجم على النادي الاهلي احسن. اذا مساله انك انت تالف تاليفه وفاكر انها هتدفن في وسط طيب الكلام اللي بتقوله ده مش كلام خطير. بقى الحكم اللي لما احتسب هدف فضيحه عايز يقول للاهلي جابوه في قناه احد الانديه، ما كانش فيه لقناه الاهلي، ما تقول قناه الاهلي، ما هو لغايه السنه اللي قبل واللي يعني فاتت قبلها ما فيش الا النادي الاهلي عنده قناه. فتعالى لي وش المره يعني. لو انت بتتكلم على مباراه الاهلي وطلاع الجيش والحكم اللي بتتكرر دايما وابدا محمد كمال ريشه حكم هذه المباراه عمره ما اشتغل في قناه الاهلي، واذا كان ظهر للتحليل في مباراه او اكتر زيه زي غيره من بقيه المحللين اللي دلوقتي الناس بتحلل. انا بس فيما يخص هذه المباراه، لكن هذه المباراه عشان الوقت بس المباراه دي اولا خسرت 3-1 مش 2-1، مش عاجبك جون ابو تريكه شيله. الماتش ده خلص 3-1، 2 النادي الاهلي كان له ضربه جزاء كان يستطيع ان ينهي بيه ريشه لو اراد في هذه المباراه. فما بالك بهذا الموسم، هذا الموسم 2008-2009 شاهد من الكوارث التحكيميه ضد الاهلي. لو الاهلي كان خد جزء منها لا ما كانش محتاج ده. مهزله تحكيم، مش مهزله الاهلي واتحاد الشرطه. بس نتفرج على الاهلي واتحاد الشرطه في هذا الموسم اللي الاهلي لو كان خد حقه، لانه حكم هذه المباراه هتشوفوا حاجه غريبه جدا. نفكركم بالحكم سيد فتح اللي ادار هذه المباراه ازاي كشف عن انتمائه وميوله، حكم مباراه الاهلي واتحاد الشرطه بعد اسابيع قليله مش بعد ما اعتزل. نشوف سيد فتح. فانا قلت له شيء يشرفني وافتخر ان انا اكون من مدينه الاسماعيليه، بيسالني سؤال غريب جدا امبارح بيقول لي تتمنى ان انا افوز مين؟ قلت له مين؟ قلت له الاسماعيلي. قلت له ايه؟ طب بجد قلت له الاسماعيلي طبعا. بصوا يا جماعه الراجل ده قبليها بثلاث اربع اسابيع خمس اسابيع مثلا حكم ماتش الاهلي والشرطه، وهتشوفوا مصايب تحكيميه تعمد خساره الاهلي حسب ضربه جزاء ومهميه عليه وتجاهل ضربتي جزاء وجون سليم. دي اللي بتتعرض اهي. اتفرجوا. الجون ده اتلغى بحجه التسلل، وكان حاسب ضربه جزاء وهميه قبليه ان نفسي يجيبوا ضربه جزاء اتحسبت. بشكل غريب جدا يعني ده جزء من قرارات غريبه جدا كانت ضد الاهلي. شوفوا فلابيو جاي منين ومتغطي بكام لعيب. ودي ما تتحسبش، ودي ضربه جزاء لم تحتسب رغم انه احتسب على الاهلي ضربه جزاء غريبه. الحكم اللي هو اتكلم على ميوله اهي بص ضربه الجزاء بس يا رب يجيبوها من ورا. هتيجي من زاويه ملهاش اي، ما فيش اي تلامس اهي. أهو. بص اهو يعني اتحسب ضربه جزاء وبتاعت فلابيو ما اتحسبتش. الراجل ده ظهر يا اخوانا بعديها بعده اسابيع في اللي بيقول لك ماتش فاصل وكان الاهلي هيخرج. لا طب ما تديني حقي في الماتش ده، ما كانش هوصل لماتش فاصل عمري. نمره اتنين ان ازاي حكم عامل لم يعتزل بعد يظهر بعد اقل من شهر ونص في قناه قاعد وسط جمهور الاسماعيلي بيقول انا اسماعيلاوي طبعا، امال يعني ولم يحدث تحقيق. وبعدين تكلموني على 2009
ده غير ماتشات تانية لو كان في وقت كنا جبناها لهم في نفس الموسم عشان تعرف. الاسماعيلي في ساعة ما حسب ماتش الشرطة والنبي كلمة بس, اسماعيلي في ماتش الشرطة والاهلي كان الاهلي متقدم بحوالي 7 بونت. اعتقد ان لو كان النادي الاهلي عايز يجامل ما كان خد حقه في هذه المباراة وحسب الدوري بدري. فقط حبينا نقطع ألسنة الفتنة حماية لكل الجماهير. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا, وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.